حكوا الريفيتالايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري، أدلة قصصية فقدان الوزن، انخفاض وزن مواطن سعودي بواقع 5 كيلوغرامات من 175 كيلوغرام خلال شهر. أهلا وسهلا دكتورنا العزيز، أنا سمين جدا وأصبت قبل شهر بالتهاب في الحلق، واضطريت أن أشرب الماء ساخنا حيث أضع براد للماء الساخن بجانب سريري، وإذا جلست من النوم أشرب كأسين ماء وقبل النوم، وأنا ما سمعت كلامك. الآن سمعت كلامك فضحكت، فعرفت أنه نزل وزني بسبب الماء الساخن. نزلت تقريبا خلال شهر 5 كيلوغرامات، مع العلم وزني 175 كيلوغرام. أنا كنت من قبل قرأت شيئا من كلامك والآن تأكدت. جزاك الله خير الجزاء يا طيب. نزول 3 كيلوغرامات خلال 3 أسابيع، وتغيرات سيكولوجية، والتخلص من السموم، وتحسن العلاقة الجنسية، وتحسن الحالة المزاجية، وتقلص من الكرش بشكل ملحوظ. بداية أشكر الله تعالى على النعمة التي لا تعد ولا تحصى. لي الفخر أن يكون مكتشف هذه النعمة العظيمة هو دكتور فارس، ولي الفخر أن يكون عربيا قبل أن يكون وأكون عمانيا. واظبط على شرب الماء الساخن وفق النظام المتبع والإيمان بفوائده الستة. الحمد، سيكولوجية الجسم عندي تغيرت، بدأت أشعر بالسعادة والفرح والإحساس العميق بالراحة النفسية. وزني انخفض 3 كيلوغرامات في مدة 3 أسابيع، على الرغم من عدم وجود أي نظام غذائي أو حمية متبعة، باستثناء المشي كل يوم 25 دقيقة بعد صلاة الفجر. جسمي تخلص شبه كاملا من السموم في غضون 2 أسبوع تقريبا. البول عندي أبيض يميل للإصفرار، ومن خلال التواصل مع الدكتور قال الوضع طيب جدا، وهذا دليل على تحسن وظائف الجسم. الحالة المزاجية تحسنت، كما أن العلاقة الجنسية تحسنت كثيرا والحمد لله، بعد أن كنت أحس بالخمول وعدم الشعور بالنشوة. الكرش كانت عندي متقدمة بشكل مخجل، بدأت تتقلص بشكل ملحوظ والحمد لله. اللهم لك الشكر، وأسألك أن تحفظ أخانا دكتور فارس، وأن تمد في عمره وتيسر أمره وتشرح صدره. خلفان سن، سلطنة عمان. انخفاض وزن مواطنة أمريكية بواقع 4.5 كيلوغرامات في أقل من شهر. الدكتور فارس، أريد أن أشارك، لدي نتائج عظيمة مع العلاج بالماء الساخن. في أقل من شهر انخفض ضغط دمي بشكل هائل، وفقدت 10 رطلات أي 4.5 كيلوغرامات، وظل هو ثابت دون تغيير في نظامي الغذائي. أختي فاليري أخبرت الناس في جهة عملها عن ذلك، والآن الكثير من النساء لديهن نتائج كبيرة مع فقدان الوزن أيضا في غضون أسابيع قليلة. شكرا جزيلا على مساهماتكم، وبارك الله فيكم. امرأة تفقد الوزن، إن جربت الماء الساخن للتنحيف صحيح ينزل وزن مو طبيعي جدا. آمن.
رجل يفقد الكثير من الوزن. عزيز الفاضل فارس، أنت تستحق أن تكون شخصا مميز للجهد والوقت الذي خصصته لهذا العمل. منذ أن بدأت باستخدام الماء الساخن فقدت الكثير من الوزن، الوزن الزائد الذي تفاجأني. انتقلت من بدان جدا إلى متوسط. كنت أفقد الأمل في فقدان الوزن قبل أن يرشدنا الله إلى عملك. أنا سعيد بفضل الله، شكرا جزيلا لك. هناك طبيبان في المغرب يقترحان استخدام الماء الساخن في وصفتهما. عبد الرزاق دي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.